السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم في قناتي مع فيديو جديد ووصفة جديده اليوم ان شاء الله نشارك معكم بسبوسه بالكريمه اللي كتجي اكثر من رائعه وشيشه بزاف ومنسمه بالليمون المقادير اللي غادي نحتاجو ثلاثه البيضات كاس العنبه ديال الزيت النباتيه ياغورت فاني انا حاليا ما عندي داكشي علاش درت غير البيستاش وجوج ساشي ديال الخميره الكيماويه وكاس ديال سنيده مع ساشي ديال السكر بنكهه الفاني ومن جوج كيسان حتى لثلاثه الكيسان ديال السميده على حسب الخليط قد نحتاج لهم ثلاثه يقدر لا وكاس ديال الكوك نبداو على بركه الله ناخذ البيض مع كاس ديال سنيدة مع ساشي الفاني غادي نمزجهم مزيان غادي نضيف عليهم ياغورت وكاس ديال الزيت غادي نمزج الكل غادي نزيد كاس ديال الكوك وكاس الاول ديال السميده غادي نخلطهم وغادي نزيد الثاني العجينه ما خصهاش تكون قاصحه بزاف ما تكونش جاريه من بعد غادي نخليها شويه ونجيو نوجدوا الكريمه ديالنا ونجيو نكملوا فيها الخمارات وشويه ديال السميده حيت باقي كتبان ليا شويه خفيفه وندخلوها للفران بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو نصدره الحليب مع جوج معالق ديال بودره لا كريم باتيسير وثلاثه المعالق ديال السكر سنيده عندي هنايا قشور ديال الليمون كنحكوهم كنديرهم في الفريكو حيت كنحتاجهم بحال ما هكا وغادي ندير حتى شويه في الخليط اللي درت قبيله راه نسيت ما ضفتوش راه كيعطي واحد النسمه اللي زوينه بزاف انا راه ما كيخطاونيش بالنسبه للناس اللي كانوا تفرجوا في الفيديو ديال مركز الحامض غادي يفهموني مزيان علاش كنهضر ودابا غادي نخلطهم شويه حتى يطلقوا ناخذ الفوي نحرك المكونات ديالي مزيان ومن بعد غادي نديرهم فوق البوطه حتى يعقدوا لينا غنبقاو مستمرين في التحريك انتم شوفوا راه بدا شويه كيتقال عرفتي واحد النسمه طالعه ديال الليمون ما نعاودش لكم بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش النسمه ديال لا كريم باتيسير يقدروا ينسموا بالقشره ديال الليمون او الحامض راه بدا شويه كيتقال كما كي كتشوفوا غنبقاو دائما مستمرين في التحريك البنات هي الكريمه ديالي راه وجدات دابا غادي نطفي البوطه ويلا وتشوفوا معايا الخليط فين وصل البنات شوفوا الخليط ديالي راه تقال ما كاينلاش باقي نزيدو كاس الثالث ديال السميده دابا غادي نزيدو غير الخمارات غادي نمزجهم مزيان غادي ناخذ المول ديالي راه دهنتو بشويه ديال الزيت والسميده وغادي ندير نصف ديال الخليط ونكب عليه الكريمه ومن بعد غادي ندير النصف الاخر فوقهم كيما كتشوفوا غادي نكبو الكريمه ديالنا غير بشويه ومن بعد غادي نكبو الخليط الاخر غادي نبقاو نديروا ليه بحال ما هكا الى إيه البنات خرجت لكم الكريمه الفوق راه ماشي مشكل غدخلوها غير الثلاجة وغادي تشد راسها ودابا غادي ندخلها طيب وارجع لكم السلام عليكم البنات أي البسبوسه ديالي من بعد ما طابت خديت هنايا كاس ديال الليمون ما ما والو غير عصرتو وبالنسبه للبنات الا خرجت لكم الكريمه الفوق ما تخافوش غير تدخلوها للثلاجه وغادي تشد راسها ودابا غادي نبدا نسقي بالعصير خص تكون البسبوسه باقا سخونه والعصر يكون بارد باش يلا تشربوا ودابا غادي نبدا ندردر في الكوك انا راه غادي نكثر في الكوك حيت كيعجبني بزاف بالنسبه للتين الكوك ماشي ضروري غير زعما حيت انا درتو الوسط داكشي علاش بحال كندير غابيل باللي راه كاين فيها الكوك داكشي علاش ودابا هاني يعني ساليت دابا غادي ندخلها للثلاجه تبرد مزيان ومن بعد غادي نرجع لكم مع الشكل النهائي ديالها بقاو معايا البنات هي البسبوسه ديالي من بعد ما بردات مزيان غادي نقطع لكم واحد المرسو باش تشوفوا كيف جات ها نتوما شوفوا راه كتجي زوينه بزاف وكتجي هشيشه وعامره لا البنات وصلنا الى نهايه الفيديو كانت من الفيديو إن الإعجابكم وما تنسوش لاعجبكم ديرو جيم وكومنتار في كلمة زوينة الى الفيديو القادم ان شاء الله دمتم سالمين